السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم أعزائنا طلاب الصف الرابع مع درس جديد في منصة منهاجي التعليمية من دروس مادة الرياضيات. معكم الأستاذ محمد عدنان الأحمد مدرس مادة الرياضيات. درسنا اليوم بعنوان دوان ساي سايلارلا تشيكارما إيش عمليات الطرح في مع الأعداد الطبيعية. نشوف مع بعض سوا درسنا عن ايش عم يحكي. سيربيل، هلا بنلاحظ هون عنا هاي البنت بسميها سيربيل، ياس تعطيلي في عطلة الصيف بويونجا بطول عطلة الصيف او خلال فترة عطلة الصيف اكي بينصرو تشوزمي بلانلادي، خططت او فكرت انه هي بدها تحل 2000 سؤال. سيربيل بيني كيوز بيش صرو تشوزدو، بس هي ما حسنت تحل 2000 سؤال، حلت 1205 أسئلة. سيربيل ياس تعطي بويونجا كاتش سرودا تشوزمسي غريكتيني بليركن هانج إيش لمي يب ما لدر أتشك ليمز. يعني عبقنا شي أضل لنا سيربيل لحتى تكملن على 2000، ونحن شو بدنا نستخدم بالعمليات قسمة ولا جمع ولا طرح ولا ضرب حتى نعرف انه هي ايش قد ضل لها. هلا نحن مشان نعرف ايش ضل لها بدنا ننتبه ايش في عنا. في عنا المفروض تتحل 2000، بس هي حلت 1205، بدنا نطالع الفرق بيناته هو اللي ما حلته. الفرق ايش معناه؟ الفرق يعني الطرح، فبنطرح العدد الكبير من العدد الصغير. هذا هون سؤالنا. نشوف هون شكارما إشلامي يا بلا. طيب قبل ما ننتقل للسؤال اللي بعده خلينا نحن نحاول نحل هذا السؤال. احنا عنا هون عدد الأسئلة اللي المفروض هي تحله 2000، بدنا نطرح منه 1205. طيب هلا صفر راح 5 ما بيصير. الصفر تجي لتستعير او لتاخذ من اللي قبله من مرتبة العشرات، هون ايضا ما بصير لان صفر شو بدها تعطي؟ ما عنده شيء. طيب تجي تستعير من اللي قبله، اللي قبله ايضا ما عنده شيء، ما بتحسن تعطيه، بتجي من اللي قبله. فهون الاثنين بنحذفها بصير 1. الواحد اللي بتعطيه الاثنين لمرتبة المئات، الواحد بنقطب الآلاف لمرتبة المئات بيساوي 10، ولكن هاي العشرة نحن بدنا نقطب منها واحد للمرتبة اللي قبلها فبصير 9، هون صار عنا 10. هاي العشرة أساسا ما يلقلها، هي أخذت استعارت بشكل الآحاد، كمان بنحسبها بصير 9 وناخذ منها واحد بنحطه عند الآحاد بصير 10. يعني بنلاحظ كم مرتبة ذهبنا او مشينا حتى حسنا ناخذ واحد اعارة. وصلنا لهون 10، العشرة ناقص 5 5، التسعة هون احنا العشرة هاي كانت هون 10 اخذنا منها واحد اعطيناه المرتبة اللي بعدها فاصبحت 9 9، راح 0 9. هون ايضا كانت 10 اخذنا واحد صف 9 9، راح 2 7، واحد راح 1 0، فالجواب 795 سؤال. 795 سؤال لازم تحله. طيب نشوف السؤال اللي هو يعطينا اياه. تشكارما إشلمي عمليات تشكارما إشلمي يابان، نقوم بعمليات الطرح. أورنيك تشكارما إشلم لاريني سونوچ لارنه نقطالي يرلره يزن. فنقوم بعملية الطرح ونسجلها أو نكتبها في مكان النقاط. طيب نقوم بعملية الطرح سوا. نبلش من هون. 6 راح 5، إذا عندي 6 راح 5 ضل عندي 1. 2 راح 1 1، 8 راح 2 6،
منين راح واحد؟ واحد. فالجواب 1611. طيب هون ثلاثة مطرح منها واحد، إذا عندك ثلاثة حط بإيدك ثلاثة شيل منها واحد ضل عندك اثنين. طيب صفر راح صفر، ما عندك شيء وما خسرت شيء، فاهم؟ ضل صفر يعني كأنك ما سويت شيء. التسعة راح منها ستة، ما بين التسعة والستة شد في فرق ثلاثة. الستة راح منها اثنين، لما بنقول راح يعني تراجعنا لورا، يعني عندك ستة تراجع خطوتين لورا، ستة راجع خطوة، خمسة رجع خطوة كمان، أربعة. فنحن هون الجواب 4302. طيب ثمانية راح من ثمانية، لديك 8 ليرات واشتريت ب8 ليرات أعطيتها للدكاك، شو ضل عندك؟ ما ضل عندك شيء، صفر. واحد راح من صفر، كان في جيبك ليرة وما اشتريت شيء، بتضل ليرة. أربعة راح اثنين، كان عندك 4 ليرات اشتريت بليرتين، ضل بجيبك ليرتين. كان عندك 5 ليرات اشتريت بثلاثة، ضل اثنين. أربعة ناقص اثنين، اثنين. واحد ناقص واحد، صفر. تسعة ناقص ستة، ثلاثة. 8 ناقص 7، واحد. هيك بيكون حلينا هذا السؤال. طبعا السؤال هذا محلول، رح نشوف الحل سوا. بعتذر منكم اليوم شوي مقرب. نشوف هلا هون 4 ناقص 2 2، 1 ناقص 1 0، 9 ناقص 6 3، 8 ناقص 7 1. طيب هون 8 ناقص 8 0، 1 ناقص 0 1، 4 ناقص 2 2، 5 ناقص 3 2، 3 ناقص 1 2، 0 ناقص 0 0، 9 ناقص 6 3، 6 ناقص 2 4، 6 ناقص 5 1، 2 ناقص 1 1، 8 ناقص 2 6، 2 ناقص 1 1. هون عنا أورنيك تدريب. هون شد عنا بهذا التدريب منشوف عنا هون مراتب الألوف أو مكعبات اللي بتطلع على الألوف، 1 2 3 3 وتشبين المكعبات اللي بتدل على مراتب المئات هدول، بير إكي وتش دورت بيش بيشوز وتشبين بيشوز. هون عنا مراتب العشرات 2، صار عنا يرمي، الأحد 4، دورت صار عنا أوتشبين بيشوز يرمي دورت. ناقص عم نطرح منه لدينا مراتب الألوف، 1 2 3، لدينا مراتب الألوف 3 3000، عفوا هو نفسه هيك، نحن بدنا نطرح منه الأعداد المحطوط عليها ضرب، بدنا نطرح منه 1000 هي 1 و 100 و 4، نطرح منه 1104. من وين عرفت؟ هي 1000 وهي بس على أول واحدة 100، وهدول الأربعة بالأحد. شوف شلون هو كاتب لنا إياها. هو عملنا طبعا بلوك لغيلة، يعني المربعات اللي فوق المكعبات، يوكاردا موديل لنا تشكارما إشلمني يظل، فلنكتب العملية أو فلنقوم بها العملية المشكلة فوق. بنجي كتب جوكتا وتشبين لك، في المربع الأول كان لدينا 3 مكعبات بتدل على الآلاف، وتشبين لك بيشوز لك، و5 بتدل على مراتب المئات، 2 إكي ونلوك 2 مراتب العشرات فهي يرمي، والدورت بيرلك، و4 بالأحد. طبعا بلوك لاري، طبعا بلوكو باردر، إكسيلان المنقوص، العدد المنقوص يعني 3000، عفوا المنقوص منهم إكسيلان،
3524 العدد اللي طلع معنا which been بيشوز يرميدون. يكنجي كنت جكتا في المكعب الثاني بير بين لك واحد بالألوف المحطوط عليه ضرب الأحمر بير يزلك واحد بالمئات و دورت بير لك طبعا بلوكو إشارة لنمش وعنا أربعة بالأحد محطوط عليه إشارة تشيكان صاي العدد المطروح إكسلير المطروح منه يعني العدد الأول تشيكان صاي العدد المطروح بين يوز دورت وتشنجوكو توجوكتا في المكعب الثالث اللي هو الناتج إكي بين لك اثنين بالألوف أو بالآلاف دورت يوز لك أربعة بالمئات و إكي والنقطة بار واثنين بالعشرات بلوكو باردر موجود فارق الناتج طبعا بنسميه الفرق إكي بين دورتوز يرمي طبعا لوك لاري إلى موديلنا تشكارما إشلمن يظنوا هذا هو كان شرح. هلا نحن بنكتب العملية شلون صارت. أول مكعب كان فيه يوتش بين باش يوز يرمي دورت الثاني كان فيه بين يوز دورت بدنا نطرحهم من بعضه فدورت إكسي دورت صفر إكي إكسي صفر إكي باش إكسي بير دورت يوتش إكسي بير إكي يعني نحن عندنا نسمي العدد الأول إكس لا أو المطروح منه العدد الثاني تشكار المطروح الناتج فرق الفرق أو الناتج هون عنا نفس الشيء ولكن كانت العملية هنا بشكل عمودي هنا العملية بشكل أفقي دائما بالطرح بتجمع لا تفرق الأول والثاني ولكن بالطرح دائما الكبير في البداية أو يكون على اليسار نجي هون عنا أورنك تدري بيرتش كارما إشلامندا إكسلام عنا في إحدى عمليات الطرح إكسلام العدد المطروح منه بيش بين أونيكي 5012 تشيكان العدد المطروح بين أوت يوز أون إيسي لو كان هيك يعني أو وهكذا فاركلي فولالوب فلو كان هكذا فأوجد عملية الطرح أو الناتج فوجد ناتج الطرح تشكارما إشلامين يظنن نكتب العملية كتب لنا إياها إشلامي يبق فارق لبولارو فلنقوم بالعملية ونوجد الفرق 2 ناقص 0 2 1 ناقص 1 0 0 ناقص 6 هاي نشرحها هون 0 ناقص 6 ما بصير 0 تستعير من 5 1 فبصير 10 الخمسة ناقص الخمسة لما راح منها واحد ضلت أربعة معطت واحد للصفر عشرة ناقص ستة أربعة أربعة ناقص واحد ثلاثة هلا لدينا هو أورنيك تدريب ثاني زليخة هانم السيدة زليخة بينكيوز كتيلي بريكتردي جمعت 1240 ليرة بارانت زليها هانم بريكتردي بارانت المصاري اللي جمعتن بين سكسان يدي تيليسي إلى تليفون أولي يعني السيدة زليخة أخذت بألف وسبعة وثمانين ليرة من المصاري اللي جمعتهم اشترت تليفون جمعت 1240 اشترت بألف وسبعة وثمانين ليرة تليفون فزليها هانم كاشتي لسنين قالديني بولغم شقدر عندها مصاري فلنوجد طيب زليها هانم من قلن براسي بولونوركان بين إكيوز دورت كركتان بين سكسان يدي سايسي تشكار لا يعني نحن بدنا نطرح حق التليفون بدنا ننقص حق التليفون من كل المصاري اللي معه مثل اي عملية بسيطة انت لو عندك مجمع خمس ليرات مشان العملية البسيطة انت لو مجمع عندك خمس ليرات ورح تشتري بثلاث ليرات
مش أفضل عندك هو الخمسة ناقص العدد اللي أعطيته للبياع اللي هو الثلاثة، ضل الفرق عندك. فعم نحكي هون 1200 ليرة، 1240 ليرة عندك، باصلا جيشتكي فرع، يعني المال أو الأموال اللي كانت عندها في البداية. بينسك ثاني دي تليفون، بينسك ثاني دي تليفون إتشن هارجنا برا المصاري اللي صرفته مشان اشترت التليفون 1087. هون عنا الفرق، عنا الصفر ناقص سبعة. قلنا دائما العدد الأول هو العدد الكبير، طبعا الكل الكبير مو كل أعداده، ودائما لما عدد أصغر من العدد اللي مطروح منه، يعني صفر ناقص سبعة مثل هاي الحالة، بنستعير من العدد السابق رقم واحد. لما بيجي من العدد السابق رقم واحد يكتب هون كأنه عشرة، يعني هاي الصفر حذفناها أخذنا واحد صارت عشرة. هاي الثلاثة لما عطت واحد صفت ثلاثة، هاي الأربعة لما عطت واحد صفت ثلاثة. عشرة ناقص سبعة ثلاثة، طيب ثلاثة ناقص ثمانية أنا عندي مشكلة تانية. طيب الثلاثة كمان بتاخد الثلاثة مو الأربعة، بتاخد واحد بصير 13، الواحد اثنين بتاخدهم اللي قبله، الاثنين بصير واحد. 13 راح 8 5 1 راح 0 1 1 راح 1 0. قال برا المصاري اللي ظل عندها 153 ليرة. داريها هارمن يوزي ليوج تيلي تيلسي كولر، يعني بقي عند السيدة زليخة 153 ليرة. وعندنا أورنيك تدريب تاني. عبينا طهطة داكي على اللوح أو على السبورة هو شكارما إشلا من ده سيمبولر. عملية طرح، لدينا رموز يارنا في مكانها يظل مسكريكا رقمنا بولانوم. نوجد الأرقام اللي المفروض نكتبها، اللي المفروض نكتبها بدال هذه الرموز. طيب عندنا سبعة ناقص ثمانية، قلنا من شوي لما يكون عندنا العدد صغير بنضطر نستعير من العدد السابق اللي قبله. هون عندنا سبعة بتصير 17، لأن لما ناخد واحد بيضاف كأنه عشرة. هون عندنا الأربعة بتصير ثلاثة، ف 17 ناقص ثمانية الناتج تسعة، مكان المربع نكتب تسعة. صف عندي هون ثلاثة، ثلاثة راح ستة ما بصير، برجع باخذ من اللي قبلها من الأربعة، فبصير الأربعة اللي قبلها ثلاثة، وهي ثلاثة بصير 13 راح ستة سبعة. ثلاثة ناقص عدد بطلع معي واحد، ثلاثة ناقص عدد بطلع معي واحد، معناها هون بيكون هذا العدد الفارق عن ثلاثة واحد، فبكون أربعة، ها بكون اثنين. ثلاثة ناقص اثنين واحد، هون عندنا نجمة ناقص أربعة أربعة. شو العدد اللي بنقص منه أربعة بضل معي أربعة؟ عدد أربعة ثمانية، ثمانية ناقص أربعة أربعة. لنشوف هو شلون حيلنا. عم بيقول لي من وين ببلش؟ من عند الأحد. عنا هون يدي بيرليك تان سكيز بيرليك تشيك ماس من مرتبة الأحد، سبعة ناقص ثمانية لا يجوز نبت. ونار بصم عندنا من مرتبة العشرات بير أمبوك ألالو، بناخد عشرة، بناخد الرقم واحد اللي هون بيصير عشرة. والنار بصمان ده أوتشو نلوك كالر مرتبة العشرات، راح يضل عندنا بدل الأربعة ثلاثة. أون بير لك دار والواحد اللي بيجي لهون هون كاتبة أونلوك كالر بير أونلوك العشرة بناخدها من هون. اون بيرليك دار بتصير عشرة واحدات مع السبعة هون، يدي بيرليك ضها في عنا سبعة هون، اون يدي بيرليك دار بتصير 17 اون يدي بيرليك دار من مرتبة الأحد، سيكيز بيرليك تشيكارسا من نقص منه ثمانية فضل عنا تسعة بقوس بيرليك كولر. فمربع يعني كاري يرنا بقوس يظل مالدر، مكان المربع نكتب تسعة. طيب المرتبة اللي بعدها عملنا اوتشون لوك، نحن هون عنا ضل ثلاثة اما اخذنا منها واحد. اوتشون لوك التي اون لوك اوتشون لوك تان التي اون لوك تشيك ماس من ثلاثة بمرتبة العشرات ما بتحسن تطرح ستة. يوزدار بصم عندنا
ناخد من مرتبة المئات بيريوس لوك الله، ناخد مرتبة المئات 101 يوزلار بصمانة ويتش يوزلوك كولر في مرتبة المئات هون بدل 4 بنضل عندنا 3، في مرتبة العشرات هون 3 بنحط مع واحدة فبصير 13، بصير حط مع 10 بصير 13. اون اون لوك دير فبصير عندنا 10، العشرة اللي أخذناها من هون الواحد اللي اتحط هون 10. اون اون لوك اوتش اون لوك ضعها وفي عنا ثلاثة سابقا فبصير عنا اونوتش اون لوك، اونوتش اون لوك شكارسا يعني 13 ناقص 6 يدي 7. نجي هلا مرتبة المئات، مرتبة المئات اوتش يوز لوك تاب 3% اللي هون اللي ضلت بعد ما اخذنا منها واحد، شاد بدنا نطرح منها حتى تصير واحد، فايكي يوز لوك شكارسا بير يوز لوك كولر، إذا نقصنا منها 2 يضل عنا 1. فعنا وش كان يرنا إكي يظل ليدر، يعني في مكان المثلث لازم نكتب 2. مرتبة الألوف وأخيرة سيكيز بين نكتان دورت بين نك تشيكارسا دورت بين نك كولر، في مرتبة الألوف لو حطينا مكان النجمة 8 ناقص 4 لكون الناتج 4، فمكان النجمة يلز يرنا سكيز يظل ليدر، يجب أن تكتب مكان النجمة 8. طيب أنا نشوف مثال آخر. عملنا وشو يرشنا في سباق ركض كطلان مليح بي، السيد مليح انضم لهذا السباق أو شارك فيه، وش بين ميل لك 3000 ميل مسافة بين التيوز كرك ميل لك عفوا متر، هون متر لأن الميل بكتبوها ميل كاملة، بسباق 3000 متر مسافة هو بال 1640 متر قسمنا كوشتو 1640 ركض مليه بين يرشي تمام لماسي تمام لماسي için kaç metre daha koşması gerektiğini bulalım. المسباق 3000 هو ركض 1640، ايش افضل له لحتى يوصل لنهاية لخط النهاية. مليه بي يرشي tamamlaması için koşması gereken mesafe bulurken 3000'den 1640 sayısı çıkarırlar. يعني نحن مشان نوجد المسافة، هو عنده المسافة كلها بنمثلها بجدول بيكون أفضل. هاي المسافة هو بده ينطلق من هون يركض لهون، هون النقطة يكون ركض 3000، هو ركض لهون اللي هي 1640. طيب هو ايش أضل له ليكمل 3000؟ ضل له هاي المسافة، هو ركض من هون من الصفر حتى 1640 ولكن لسه ما وصل ل 3000، فايش افضل؟ ضل هاي المسافة. طيب هاي المسافة شلون بدي اعرفها؟ هي ال 3000 المسافة الكلية ناقص المسافة هاي، فايش بضل عندي؟ بضل عندي هاي. فبنكتب which be يرش تركي مسافة 3000 متر المسافة الكلية للسباق هاي هي ناقص المسافة اللي ركضها بينالتي يذكر كوشيلان مسافة المسافة المركوضة، ونشوف الناتج. صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص أربعة ما بيجوز إننا بنستعير من المرتبة اللي قبلها واحد وبيمثل عندها عشرة فبصير عشرة. طبعا المرتبة اللي قبلها صفر ما بتحسن تعطيها، فبتستعير من المرتبة اللي قبلها، فهون ثلاثة بصير اثنين، هون بصير عندي عشرة، ولكن عشرة لما عطت لهاي صارت تسعة، بصير عندنا عشرة ناقص أربعة ستة، تسعة ناقص ستة ثلاثة، اثنين ناقص واحد واحد، ف 1360 مليه بين يرشي تمام لمسي için 1360 متر daha koşması gerekti، يعني بده لسه 1360 متر يركض. وهيك بيكون انتهى درسنا اليوم، درس عمليات الطرح على الأعداد الطبيعية.
أتمنى لكم التوفيق وأشكر متابعتكم.